السلام على المرمل بالدماء، السلام على غريب الغرباء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على ساكني كربلاء، مصائب نسل فاطمة البتولي نكت حسراتها كبد الرسول، ألا بأبي البدور لقينا كسفايا وأطلعها الأفول وأطلعها النهار إلى الأفول، ألا يا يوم عاشورا دهاني مصابي منك بالداي دخيلي، كأني بابن فاطمة جديلا يلاقي التربة بالوجه الجميل، صريعا على الأرض ظل أرضا فوأسفا على الجسد النحيل، وقد قطع العدا الرأس منه، أيوا سيدا أيوا حسينا، وقد قطع العدا الرأس منه وعلوه على رمح طويل، فبرزنا النساء مهتكات يحززنا الشعور من الأصول، فطورا فطورا يلتثمن بني علي، وطورا يلتثمن بني عقيل، وفاطمة الصغيرة بعد عز كساها اليوت أثواب الذليل، تنادي جدها يا جد إنا، تنادي جدها يا جد إنا أصبنا بعد فقدك بالذحول، يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطي، على الشاطي ويعالج نزعة الروح،
أكل ونا يا جدي أكل ونا ليونها تشبعي تشعب الروح ولا واحد بحلقة ما يقطع يا جدي يا جدي ما يات ما حد حضر دونه ولا نغار غمض لعيونه طريح بالشمس من خطوف لوني ولا واحد يفيل من الحار يا جدي يا جدي مات ما حد عدل رجلي ولا واحد يا جدي مد ايده طريح ولا واحد قرب لي وزينب تنظر والدمع ينثور وزينب تنظر والدمع ينثور أول مصيبة أنه قد جاء فرس الحسين إلى الخيام محمحما صاهلا ملوي العنايان مخزيا قال مولانا الباقر كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها يا ويلي يا ويلي رد المهر زايد صهيلة من الميادين يا عزيزة الكرار قومي شوفي حسي يا ويلي يا ويلي رد المهر زايد صهيلة من الميادين يا عزيزة الكرار قومي تلقي حسين يا ويلي يا ويلي رد المهر مقحم قومي عايني له كان الولي سالم يجي شوفه عليله وان كان طاح نروح للعركة ونشيله ونمد رجلي ونمد على القبلة وليده يا ويلي يا ويلي بلرد نشدك والقلب طارت بيه لنفاياس خالي تجينا وين راح اللي يرفع الراياس طيحت ولينا وين من طيحت العباياس بلكت أوصل واحتضي بتوديع الاثنه قال هالبطل عباس نايم بالمسنايات وحسين بالعركة وعليه الخيل لما يات وعباس ميت وظن بعد حسين ما مات إن كان ما حز العدى راسة لحقي ولا حي ولا حي ولا حي خيالك يا مهر لا بين ولا حي ألف لا مرحلة بجيتك ألف لا مرحبا بجيتك ولا حي دق اللي خيالك مات ولا حي تقنطر بالمعارب يا نوية اي بالله تقنطر بالمعارب لا آية
يا نوي يا لما رأوا الجواد خاليا مخضبا بالدماء برزت بنات الرسالة علموا أن الحسين قد قتل أو قد صرع فجاءوا نحو المعركة ولما انتهوا إلى الحسين وجدوا القوم قد اجتمعوا عليه فنادت ومحمدا وجدا هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى يا ويلي للا ترفعين الصوت يا اختي اسمعونيك خوفي تجيني الوديعة ويمنعونيك سرعك تعالي تودعيه من حجاب صونيك عوينك الله ذوبت قلبك هالأطفاء قالها يا زينب يا اختي رايحة وين لا وين بتروحين يم الخدور لا وين إن كان يا زينب تدور حسين أنا حسين سرعج تعالي وظللي يا اختي علي سمعت كلام وجدت له مشقوقة الجيب راحت الجسم ونادت بالله يا الغريب والله يا خويا مشيتي بين الغرب والله يا خويا مشيتي بين الغرب عيب ترضى يا خويا قال ذا غصب عليه ردي الخيمة قالت الخيمة احرقوها جمعي عيالي قالت عيالك سبوها سكتي سكينة قالت سكينة اضربوها وجيتك يا خويا حسين وردما عليه لما قتلوا الحسين وإذا بهم ينتدبون عشر من الخيالة نظرت زينب قالت يا ابن أخي أرى أجساد ترفع من المعركة ما الذي جرى قال لها عم هذه القبائل ترفع قتلاها من المعركة لأن الأجساد سوف تراض بخيل الأعوجية فقالت إذن أين قبيلة وعشيرة الحسين يا ويلي يا ويلي يا ويلي وطلعت له ونادى ونادى بن سعد يا خيل نهوين نادى بن سعد يا خيل نهوين من ينهض يرد ضلوع الحسين يرد ظهره وصدره والظهر زين وما ظل ضلع سال ما تكسر وطلعت لمن الجيمان عشرة وظلت خيلهم تلعب فوق ظهرايا تصعد فوق صدره وترقل فوق ظهرايا وزينب تنظر والدمع ينثو صارت صوايح في طفوف الغاضرية
يوم لفت خيل الكفار بالأعوج ثار الرياح يلا عند الحر شالو بوسط الظهيرة العشيرة جو ونحوا قالوا لو إن نموت أبدا ما تردوا لو تنفني أجسادنا كلها سوي ثاروا بني همدان جو داروا على برير بقلوب بسيوف مسلولة وبقلوب مذاعير قالوا لو أن نموت ذا أبدا فلا يصير لو تعود وقعت كربلاء تقبل حمي داروا بني أسد إجاو داروا على حبيب شافوه مرمي على الثرى ومخضب الشيء مخضب بدمائه بوسمة الدماء يا ويلي شافوه مرمي على الثرى ومخضب الشيب رامو بشيلة لكن تحامى بالغريب وكل من إليه عيلة إجت بالسوية من الذي ظل الذي بقي وحيدا هو الحسين عليه السلام وإخوة الحسين يا ويلي يا ويلي وظل الحسين بغير حامي وغير دافع بس العليل بخيمته يجري المدامع والحرام بخيمها تجر المقانع والخيل جابوها وفيها الأعوج يا ويلي والخيل ردت قهقرة عن جثة حسين والأعوجية ظلت ترضى باليدين وضجت والجن والأملاك كلها ضجت على حسين والكل ينادي يا غريب الغاضر إلا فرت لأخوها حسين من سمعت ونينا قالها رجيس لا وين ردي يا مصونة يا مخدرات بيت الإماء يا ما والنبوة راح المحامي وانقطع يا واصل الأخوة سهم المثلث ما تراك لا حسين قوة جمع أطفالك بالعجل طحت بدينة يلي قبيل شخصك أبايد ما تشوفهن بحسين مهيوبة وشديد الباس عبا راح ودي ظل بالكسير مهب طرة فوق الهزيل ملزوم هالبر تسلكينه إلا صاحت صوت الرجيس فوق متون هيلو والله ما تشبه حمايا يا إلنا حتبدو تصيح تركوني يما أخويا حسين باروح قالها حرام عليك جسمة تنظري
إذن متى ذهبت إلى أخيها؟ ذهبت إلى أخيها في مثل هذه الليلة، لما هود الليل وأرخى بهدوئه بعد أن انتهت من وظائفها، لمت الأيتام، لمت الأطفال، تنادي عليهم، تذهب إلى بعضهم في المعركة، تذهب إلى بعضهم في البيداء، وافتقدت بعضهم ووجدت البعض الآخر، وهكذا النساء. قالت: أين الرباب؟ الرباب لم تكن حاضرة. قالوا: ذهبت إلى طفلها الرضيع فقد در عليها اللبن. أنا جيت أرضعي ابني لما شرب ماي، درات يا بيت حيدر ثدايا، بس هذا عيني وقطع رجواي. رجعت زينب بها إلى الخيمة، جعلت تنادي على فاطمة العليلة، وإذا هي لا تجيب. أنا تحيرت والله بيتامك يا حسين، مالي روح فرقاك، احنا المثيل هاليوم ردنا لاخويا، اخويا اشبع الضلع عدنا وفقدناك، وناضل 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 جاهد من بعد عينك، وناضل وصيرا سور لعيالك، وناضل يا وسفة روح يا ابن أمي، وناضل رحت ونادم بيتي عليه. فذهبت إلى وسط المعركة، وإذا بتلك الطفلة قد اعتنقت أباها، تخاطبه: أبا يا أبا، من الذي قطع رأسك؟ أبا يا أبا، من الذي رض صدرك؟ أبا يا أبا، من الذي أيتمني على صغر سني؟ آه يا والدي يا والدي، والله عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة، والنوح من بعدك لجيمة، أثار الأب يا ناس، خيمة انفي على أطفال وحري. جاءت بها إلى الخيمة بعد أن تقاسمت الليل، أخيرا أرادت أن تخرج إلى عزيزها الحسين، فجاءت بعد هذا الوقت، وصلت إلى المعركة، وضعت يدا تحت الجثمان المقدس، وأخرى رفعتها نحو السماء. هذه آخر مصيبة أقرأها. ثم قالت: ومحمدا وجدا وحمزة، ولا حمزة لك ولا حمزة لي، وجعفراه وعلياه وحسناه وفاطمة، هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء، مقطوع الرأس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. اللهم تقبل منا هذا القربان خالصا لوجهك الكريم. صاحت: يم يم حسن لي تعالي
وشوفي كربلا اش سوت بحالي، انا الغالية وين دلالي؟ واذا تناديها وتسمع صوت امها تقول لها يا بنتاه، يعني هذا خيال الشاعر، يا بنتاه أنا من الصباح إلى الآن أبكي على ما يجري على أخيك الحسين. وقالت الروايات أن فاطمة ورسول الله وأمير المؤمنين في مثل هذا اليوم نصبوا الماتم على الحسين، وجاءت الملائكة تعزي أمير المؤمنين بفقد ولده الحسين. يا ويلي يا ويلي لنها تناديها أنا يميك، مو بعيدة من طاح الحسين اعلى الصعيدة، ثلاثة أيام أنا لازم البيدة، نوبين أدور صبع إيدا. نادت وأبتاه وعلياه ثم توجهت نحو النجف، قالت يا أبتاه يا حامي الأطفال، ألا تنظر إلى أطفالي ابنك الحسين وقد عراهم الذهول والخطب المهول، وين الذي وين الذي ينهض بليلة لبون علي الحامي دخيلة، ويقل ترى زينب ذليلة، اي بالله يقل ترى زينب آية يا أبذليلة، أنا علي الليل هويت وأنا غريبة وما لي حياد، ابن والدي العباس مارد والحسين هل عندي مدد، والحسين هل عندي هي إما أدايا خلصوا هلي الله ولحد بمن يبوي القضايا، يا أبي أضمن إلا حرقا وخيمهم والوحيد الهاشمية اتلم اليتامى وموحشه عليها المسي، جل جل ظلام الليل ويرعد عصف الرياح، وبليلة 11 سماها البدر ملاح. دقائق وأسألك الدعاء، إيدك على صدرك. حرقا خيامها والوحيد الهاشمية، تلم اليتامى وموحشة عليها المسيا، شلشل ظلام الليل ويرعد عصف الرياح، ليلة 11 وبسماها البدر ملاح،
سرحت بالوادي نظرها بدمع سفاح وتقول والله ليلة وحشة عليا وتقول والله ليلة وحشة عليا حولي الخيام لنها تشوف حوم خيال ضاقت عليها الواسعة وصاحت بولوال جنب يا فارس كان جيتك تطلب المال حرقوا الخيام والنار ما بقت بقي حرقوا الخيام والنار ما بقت حرقوا الخيام والنار ما بقت بقية علي وخير ترى احنا مسلبات ولا لنا ثياب ورجالنا كلها جنايس فوق التراب وانا ترى زينب وابويا داحي الباب وما حد من العالم طبق يدني الثنية ما حد من العالم طبق يدني الثاني وامي الزهرة ودعوتي لازم مجابة وجدي رسول الله وانا روحي النجابة بهالحال وهي الصيح ادركني يا يابا حيدر يا غوث الموزمة حرنا بصفاتك يا كاشف الشدة يوم الطف فاتك ما جيت لابنك وكشفت شدة بناتك ظلن بلا يستور بين علوج ميا ظلن بلا يستور بين علوج ميا أيوة زينبا ظلن بلا يستور بين علوج ميا دفنا وخوارجهم ولا دفنا ولنا مت وانا على التل وقفت حسرة ونخيت يا ليت لا كان رفعت صوتي وناديت ما جاوبتني غير خيل الأعوجي ما جاوبتني غير خيل الأعوجي ما جاوبتني غير خيل